هلا المود لينك تبع الباينال ديستليشن كولوم هلا ديستليشن كولوم هو حكينا ميمو سيستم في مالتيبل انبوتس مالتيبل اوتبوتس في اكثر من ستراكشر انا بقدر اعمل فيه مود لينك للسيستم اللي عندي. المود الستراكشر اللي استخدمناه هو ال في ستراكشر اللي اسمه انرجي بالانس ستراكشر. هلا ال في ال جاي من الريفلكس انا بقدر اتحكم فيه والفي اللي هو البوينر. هلا الاوبجكتيف انه انا بعمل كنترولينج للبيوريتي والامبيوريتي تبعت البرودكتس اللي طالعين عندي اللي هم الديستلات والبوتومز. هلا الموديل لما نعمل له موديلينج بدنا نعمل شويه اسامبشنز عشان نعمل شويه سمبليفيكيشن. اول شيء بفترضه انه كونستنت ريلاتيف فولاتيليتي، انا في عندي علاقه بين الفيبر والليكويد اللي داخلين على السيستم ومن خلال النونلينير ريليشن شيب هاي اللي مبينه هون عندي. ثاني قضيه بفترضها انه انا عندي كونستنت هولد اب في كل التريك. ثالث شيء بعتبر انه الهولد اب تبع الفيبر هو نيجليجبل، يعني انه انا بس عندي ليكويد مش فيبر الهولد اب. هلا معادلات تبعون للسيستم، اول شيء الريبويلر. هلا انا عندي الريبويلر اللي هي اول تريك بتيجي تحت سوري اول فاهم ايش التريز ديستليشن كولوم من تحت لفوق مش فاضي في تريز اضافيه بينها 15 تري 14 بلس الكوندنسر والريبويلر فبمر من كل هذا الفلويد عماله بمر من هاي وعماله بيصير له هلا الريبويلر معادله الريبويلر بتعمل عن الكونزرفيشن اوف كومبوننت الهولد اب اللي هو ام بي في الريبويلر في اكس 1 دوت اللي هو الكومبوننت تبع الدستلت موجود في الريبويلر يساوي ال بلس ال اف. هلا ال زي ما كان مبين عندنا الصوره اللي قبل اللي هي الريفلكس اللي راجع عندي انا من السيستم والال اف اللي هو قديش على نسبه الليكويد الداخل عندي بالفيل. هلا مضروبه في اكس 2، ليش مضروبه في اكس 2؟ لانه انا عندي التري اللي فيها اللي هي اول تري بنزل منها الليكويد لتحت لانه هو تي بي فبدي ينزل لتحت. هلا هون ناقص في في واي 1، في اللي هو قديش انا الفيبر الفلو تبع الفيبر في السيستم مضروب في واي 1 اللي هو الكونسنتريشن تبعه في التري الاولى، ليش؟ لانه الفيبر خفيفه بده يطلع لفوق مش يعني راح يهرب من الريبويلر. هلا بطرح منها بي في اكس 1، ليش بطرح بي في اكس 1؟ لانه انا عم بسحب من البوتوم فهذا بده يكون طالع مش جنب. وباقي التريز بقدر اكتب المعادلات بنفس الطريقه. هي هون مبين عندي التري الاباف في الفيد والتري والكوندنسر والتريز اللي بنعمل. هلا بدنا نعمل فريدم اناليسز. احنا عندنا حكينا 16 تري، فلكل تري بكتب معادله 16 معادله. عندي ريلاتيف فولاتيليتي بين الليكويد والفيبر بعطوني كمان انذر 16 معادله، فانا هيك عندي توتالي 32 ايكويشن. نمبر اوف فاريبلز 43، انا عندي 16 اكس ان اللي هم بكل تري و16 واي ان هم البيوريتي تبعون الديستلت والبوتر تمام. وعندنا كمان انذر 11 فاريبلز زي كونستانتس والاشياء اللي انا دعمهم مانيبيوليتد فاريبلز كنترول فاريبلز. هلا النمبر اوف ديجريز اوف فريدم بيطلع 11 بعد ما طرح الرقمين. ال 32 الاصليه هم انا بقدر اتحكم فيهم اللي هم الاكس اي والاكس الواي الاكس اي والواي اي. وال 11 الثانيين قسمناهم كالتالي 2 مانيبيوليتد فاريبلز اللي هم ال وفي الريفلكس والبويل اب و 2 disturbance variables اللي هم XF YF اللي هو الفيد الكونسنتريشن تبع الليكويد في الفيد والكونسنتريشن تبع الفيبر في الفيد. عندنا 7 constants اللي هم الM والMB والMD اللي هم هذول الهولد اب. هاي في كل التري ال 14 تري بين الريبويلر والكوندنسر، هاي في الريبويلر هاي في الكوندنسر. هلا الF والD والB هم هذول الفلو ريتس، هذا الفيد فلو ريت، هذا الديستلت فلو ريت انا بسحبه من السيستم، هذا البوتوم فلوريت، والالفا اللي هي ريلاتيف فولاتيليتي زي ما هلا الاوبن لوب سيميوليشن ريزلتس، اخذنا هاي البارامترز فرضناها في الاوبن لوب اللي استعملناها، في منها اخذناها من البيبر دكتور وفي منها فرضناهم احنا، في عندنا ال وفي فرضناهم ستيب انبوتس بهاي القيم. طلع معنا بعد ما عملنا سيميوليشن على الماتلاب اللي بيوريتي تبعت الديستلت زي ما انتم شايفين حوالي 93.71% والامبيوريتي تبعت البوتوم هي 19.3%. هلا بدنا نحكي عن الكنترول استراتيجيز اللي نقدر نتبعها في هذا البروسس. نقدر نتبع تنتين اللي هي البول بليسمنت، بس عشان اعمل بول بليسمنت
انا عندي سيستم نون لينير لازم اعمل له اول شيء لينيرايزيشن بعدين اطلع الستيت سبيس تبعه وبعدين اعمل له البروبليشن. الاستراتيجي اللي احنا استعملناها اللي هي مالتي لوب مالتي فاريبل كنترول. هلا بما انه انا عندي سيستم ميمو معناها عندي مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت بدي اشوف انو احسن مانيبيوليتد فاريبل بتحكم لي بكنترول فاريبل. هلا هذا الشيء بيكون عندي ممثل بان فاكتوريال. ان فاكتوريال بتعطيني اللوبس بس هاي اللوبس في منها حيكون اشياء ريليفنت في اشياء ايرليفنت. فانا بستعمل طريقه ثانيه هي عباره عن اسمها ار جي اي اللي هي ريليتيف جين اري. ريليتيف جين اري بتعطيني انو البيست مانيبيوليتد فاريبل بتحكم لي في الكنترول فاريبل عن طريق اني بخصم الاوبن لوب جين على الكلوز لوب جين وبشوف الجين اللي قاعد بيطلع لي. كل ما كبر الجين معناها كل ما كان عندي كوبلينج احسن بين هذول التو فاريبل. هلا بنحكي عن الكلوز لوب سيميليشن ريزلتس. بس اول شيء بدنا نشوف الموديل كيف بدنا. هلا كل بلوك من هذول البلوكات عم بيمثلون تري انا في الديستليشن كولوم تبعي. فاحنا راح يكون عندنا توتال 16 بلوك زي هيك. الاوتبوت تبعه هو الكونسنتريشن تبع الديستلت في السيستم. هلا زي ما حكت أرير استخدمنا المالتي اللي هي المالتي لوب كنترول استراتيجي انه انا كنت عم بسحب الريس الاوتبوت لو اكس بي اللي هو الامبيورتي تبعت البوتومز بطرحها من سيت بوينت وبدخلها على بي كنترول بطرحها من سيت بوينت معين بكون حاطط مثلا بدي اياها 15% تكون الامبيورتي او انه بدي بدخلها على البي كنترولر بعدين الكنترول سيجنال هاي بدخلها على البي. هاي انا عم بتحكم هيك بالفي في عم تحكمني في اكس بي اللي هي البويل اب عم تحكمني في الامبيورتي تبع البطل. هلا في نفس زي هاي اللوب في اول سيستم فوق عم نقيس البيورتي تبعت الدستلت وبنقارنها مع سيت بوينت معين اللي هي 95% احنا كنا بدنا ندخلها على البي كنترولر. هلا بدنا بس على السيميليشن ريزلتس. طبعا حطينا ديستربنس في الاس اف وفي الواي اف اللي هو تبعون الفيد عند ال 50 اور وال 150 اور زي ما هو مبين عندنا هون زي ما هو مبين عندنا هون في الديستربنس الاولى. لما صار ديستربنس كان اول شيء مثلا كان 21% زاد ل 23%. هلا بالديستربنس الثاني اللي هو الامبيورتي تبعت البطل. هلا في البيورتي تبعت الديستلت صار عندي ديستربنس ثاني هون اثرت على البيورتي تبعت الديستلت وزادت هون يعني اثر بشكل جيد. يعني كانت هون تقريبا 88% صارت هون تقريبا 95%. الله اكبر. في حد بحب يسال شيء سؤال عن هاي؟